مشاهدينا مشاهدي بيت للكل من هذا المكان الجميل من منطقة بير الزيت. الحقيقة يعني هذا المكان بدفئه بدفء الحجر ودفء الأثار الحلوة من فلسطين من رام الله بنستكمل معكم لقائنا النهاردة. كمان هيكون في دفء بالكلمات، الكلمات الراقية للشعر الشعبي اللي بيعبر عن كل وجداننا ومفرداتنا في أي دولة ممكن نكون موجودين فيها، لكن بما أننا هنا في فلسطين تعالوا تبقى الحكاية فلسطينية. برحب بضيوفي. أوراق بيت للكل بتقول هيكون معاكم رئيس اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بكم. الشاعر الشعبي أيضا أكرم البوريني، أهلا بحضرتك. والشاعر الشعبي بلال فطيمة، أهلا. أهلا وسهلا فيكم. سؤالي اسمحولي الأول لشاعرنا مراد السوداني، بسألك عن خصوصية اللغة وجمالها وهذا الحضور الجميل، إزاي كانت هذه الخلطة حتى يأتي هذا الحضور المختلف؟ دعيني أقول عندما كنت صغيرا تعثرت في بيت والدي بكتاب قديم بلا غلاف بمقولة لشاعر ومثقف فرنسي يقول اللغة العربية هي اللغة الجمالية بصورة لا تضاهى، ويقول الشافعي أن اللغة العربية لا يحيط بها إلا نبي، ويقول الثعالبي بما يسميه شجاعة العربية. هذه اللغة عندما تمتلكها تصبح ملكا لا سلطة لك على أحد، بخيلك وخيلائك اللغوي تعبر إلى مساحات وفضاءات كصقر حوام في هذه الآفاق ينظر من علٍ حيث يبصر ويتبصر في تفاصيل الأشياء. اللغة التي جعلت من المتنبي متنبئاً ومتنبياً، وجعلت من حبيب بن أوس الطائي أبو تمام واحداً من عرافيها، وجعلت من حكيم المعرة أبو علاء المعري هذا العارف والفيلسوف أحد قناطر المعرفة الكونية، استناداً إلى إرث وموروث من الجاهلية حتى اللحظة، إلى أصغر قصيدة يتوجها مخيم جنين ببطولة وفداء وعناد في هذه الفلسطين، شهداء وبطولات وارفة وظليلة.